طيب مبدئيا خلينا نعرف ايه هي الاوراق المطلوبة لترخيص السلاح الناري، وبعد كده هنعرف كل الشروط اللي لو انطبقت علينا هنقدر بسهولة ان احنا نحصل على رخصة السلاح الناري. والاوراق المطلوبة بتكون كالاتي: رقم 1 صحيفة الحالة الجنائية، وبشرط تكون حديثة ولم يمر على استخراجها 3 اشهر حتى لا تفقد صلاحيتها. رقم 2 عدد شهادتين بطنة ونظر، وبيكون مكتوب في الشهادة لائق لحمل السلاح. رقم 3 عدد 4 صور شخصية، 4 في 6 بخلفية بيضة، وبيكون مكتوب على الصورة من تحت الاسم بالكامل. رقم 4 4 صور من بطاقة الرقم القومي. رقم 5 صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي. رقم 6 صورة من المؤهل الدراسي. رقم 7 وصل نور أو فاتورة تليفون علشان يأكدوا العنوان اللي حضرتك مقدمه في البطاقة. رقم 8 دفع الرسوم المقررة موجهة للسيد اللواء رئيس هيئة التدريب بوزارة الداخلية. رقم 9 عدد صورتين من كل المبررات الخاصة بالترخيص. ويعني ايه المبررات الخاصة بالترخيص؟ ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. المبررات الخاصة بالترخيص هي الحاجة اللي حضرتك شايف ان انت تستحق رخصة السلاح وحمل السلاح من اجلها، زي السجل التجاري والبطاقة الضريبية للنشاط التجاري الخاصة بحضرتك، حيازة زراعية واراضي فضاء واراضي مباني، عدد من سيارات النقل والملاكي وسيارات الاجرة، ارصدة بالبنوك، وتكون ارصدة كبيرة، يعني مثلا ما يبقاش معاك مبلغ صغير في البنك فتقول انا هرخص عليه سلاح، لا لازم تبقى ارصدة كبيرة وارقام كبيرة في الحسابات البنكية الخاصة بحضرتك، وايضا الشاليهات والفلل والمعاملات التجارية المالية بأرقام كبيرة، يعني لو حضرتك بتشتغل في السوق أو بتشتغل في التجارة ومعاملاتك كبيرة جدا بأرقام كبيرة، دي بتكون من ضمن مبررات الترخيص. بترفق صورتين من كل مبررات الترخيص الخاصة بحضرتك علشان تقوي موقفك للحصول على الرخصة. رقم 10 طلب للسيد مأمور القسم التابع له محل إقامتك بالحصول على رخصة السلاح الناري. رقم 11 من أهم الشروط: لازم سنك يكون تخطى ال 21 سنة، ويفضل إن أنت كمان تكون تخطيت ال 25 سنة، لأن بنسبة كبيرة جدا أي حد عنده 21 سنة بيقدم على رخصة السلاح بيترفض الطلب بتاعه، لانه بيكون يعني في ريعان الشباب، فممكن جدا يكون مندفع وممكن ان السلاح معاه يبقى مشكله كبيره، فيفضل ان انت تكون عديت ال 25 سنه لما تفكر ان انت تتقدم للحصول على رخصه السلاح الناري. ودي كل الاوراق والمستندات المطلوبه للحصول على رخصه السلاح الناري.